السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أبنائي تلاميذ وتلميذات الصف الأول؟ أهلاً ومرحباً بكم يا أبطال في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية مع المعلمة نصرين حجاجي. نواتج التعلم لهذا اليوم: يقرأ المتعلم النص قراءة سريعة وصحيحة مع الشكل التامي، يجيب عن الأنشطة المصاحبة للنص بطريقة صحيحة، يعبر عن الصورة بجملة مفيدة. الأدوات التي يجب توفرها قبل بدء حصتنا: كتاب الطالب النسخة الإلكترونية إن وجدت، قلم، وحاسوب أو هاتف ما توفر لديكم. درسنا اليوم عبارة عن مراجعة، هذه أول حصة في المراجعة. لاحظ الصورة، لدينا صورة ولد ومعه ماذا يوجد معه؟ هل هو ثعلب؟ نمر؟ إذن ما هو؟ أحسنتم، ممتاز، إنه قط. هل القط حيوان أليف أم حيوان مفترس؟ ممتاز، إذن هو حيوان أليف. من منكم لديه قطة في المنزل؟ جيد جدا، يبدو أن هذا الولد سعيد بقطته، فلنطلق على هذا الولد اسم. ما رأيكم أن نسميه سميرا؟ إذن فلنعطي عنواناً لدرسنا اليوم انطلاقاً من هذه الصورة. ممتاز، نسميها مثلاً قطة سميراً. الجلسة القرائية. هيا يا أبطال افتحوا الكتاب على الصفحة 10 وتابعوا معي. استمع إلى معلمك ثم أجب شفوياً. ستعيدون قراءة النص معي، اتفقنا؟ هيا. سنورة قطة مخططة عند سمير في البيت تسير، لها ذيل طويل تموء عندما ترى سمير فيلعب معها في الحديقة مسرورا. تشرب سنورة الحليب وتنام تحت السرير. نعد قراءة النص مرة أخرى. سنورة قطة مخططة عند سمير في البيت تسير، لها ذيل طويل تموء عندما ترى سميرا فيلعب معها في الحديقة مسرورا. تشرب سنورة الحليب وتنام تحت السرير. إذن سنورة هي قطة كيف؟ أحسنتم، قطة مخططة. أين تسير؟ تسير في البيت، ممتاز. نعم، ذيلها طويل. ماذا أيضا؟ تموء عندما ترى سميرا. ما معنى تموء؟ تموء هو صوت القطط يسمى مواء. صوت القطة يسمى مواء، أحسنتم. إذن ماذا تشرب سنورة؟ ممتاز، هي تشرب الحليب. وأين تنام؟ تنام تحت السرير، أحسنتم، بارك الله فيكم. أجب شفوياً. لدينا مجموعة من الأسئلة سنقوم بالإجابة عليها شفوياً، ولكني سأكتب مجموعة من الإجابات ليتسنى لكم نقلها على الكتاب أمام السؤال، اتفقنا؟ إذن آلية الإجابة عن السؤال، كيف سأجيب عن السؤال؟ مثلاً لدينا السؤال الأول: أين تعيش قطة سمير؟ كيف سأجيب عن هذا السؤال؟ أول ما أقوم به هو أن أحذف أداة السؤال، أحذف أين وعلامة الاستفهام. ماذا تبقى لدينا؟
تعيش قطة سمير؟ الآن نجيب، لنتذكر من النص. أحسنتم، تعيش قطة سمير في البيت. السؤال الموالي، ماذا يميز قطة سمير؟ إذن ماذا سنفعل؟ ممتاز، نحذف أداة الاستفهام ماذا وعلامة الاستفهام، نقطة الاستفهام. ماذا يبقى لدينا؟ يميز قطة سمير ماذا؟ أحسنتم، هي مخططة. وماذا أيضا؟ ممتاز، وذيلها طويل. إذن يميز قطة سمير أنها مخططة وذيلها طويل. سؤال موالي، ما طعام القطة؟ كما تعودنا نحذف أداة الاستفهام ما وعلامة الاستفهام، ثم يتبقى لدينا طعام القطة. أحسنتم، إذن الحليب، نجيب بهذه الطريقة، طعام القطة هو الحليب. سؤال موالي، كيف يعامل سمير قطته؟ يعامل سمير قطته كيف؟ هل يقص عليها؟ هل يحرمها من الطعام؟ أحسنتم، هو يلعب معها، يعطيها الطعام، تنام تحت السرير. إذن كيف هو سمير؟ ممتاز، هو لطيف. إذن يعامل سمير قطته بلطف. سؤال موالي، لماذا تموء القطة؟ كالعادة نحذف أداة الاستفهام، يتبقى لنا تموء القطة. إذن تموء القطة عندما ترى سميرا. أحسنت، ننتقل إلى الصفحة 11. السؤال، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. لدينا مجموعة من الأسئلة مرفقة بإجابات، سنقوم باختيار الإجابة الصحيحة وذلك بوضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. السؤال الأول، ما الذي يغطي جسم القطة؟ هل هو شعر أم فرو أم حرير؟ شعر؟ لا أظن ذلك، هي لا تملك شعر مثلنا. حرير؟ ملمسها مثل الحرير، ناعم. أحسنتم، إذن يغطي جسم القطة فرو. سؤال موالي، أين تعيش قطة سمير؟ لنتذكر معا في النص، أين كانت تنام؟ ممتاز، هي تنام تحت السرير، أي في غرفته. ممتاز. سؤال موالي، ماذا يسمى صوت القطة؟ عندما قرأنا النص ذكرت أن صوت القطة يسمى مواء. ممتاز، لأن عواء هو صوت الذئب والثغاء هو صوت الخرفان أو الغنم. اتفقنا؟ سؤال موالي، ما الذي لا يمكن أن يقوم به سمير مع القطة؟ هل هو لا يستطيع أن يسير معها؟ أم لا يستطيع أن يأكل معها؟ أم لا يستطيع أن يلعب معها؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، هو لا يستطيع أن يأكل معها لأنه كان يسير معها ويلعب معها في الحديقة، لكن الأكل لا يستطيع أن يتناول من طعامها. اتفقنا؟ سؤال موالي، ما الكلمة المختلفة في إيقاعها؟ لدينا سمير، مسرور، تسير. إذن فلنستمع مجددا، سمير، مسرور، تسير. سمير، مسرور، سمير، تسير. إذن أحسنتم، الكلمة المختلفة في إيقاعها هي كلمة مسرور. بارك الله فيكم، أحسنتم. الأنشطة الإثرائية،
رتب الجملة من 1 إلى 3 وفق تسلسل حدوثها في العمود المقابل. لدينا جدولاً فيه مجموعة من الجمل، سنقوم بترتيبها من 1 إلى 3. الجملة الأولى: شكر الرجل بلالاً على مساعدته. التقى بلال رجل يحمل أكياساً، حمل بلال معه الأكياس. أي هذه الجمل ترد في المرتبة الأولى؟ أحسنتم. إذن التقى بلال رجلا يحمل أكياسا، فماذا فعل؟ ممتاز، حمل بلال معه الأكياس. ثم في المقابل ماذا قال له الرجل؟ شكرا لك يا بلالا. إذن شكر الرجل بلالا على مساعدته. أحسنتم يا أبطال. جمل موالية: غضب زميله منه واشتكاه إلى معلمه. احتاج بدر قلما. أخذ بدر قلما من حافظة زميله دون إذن. ما هذا التصرف؟ هو تصرف غير لائق، صح؟ نحن نستأذن قبل أن نأخذ شيئا لا يخصنا، صحيح؟ أحسنتم. إذن أي هذه الجمل في المرتبة الأولى؟ ممتاز. إذن احتاج بدر قلما. الجملة الثانية ماذا فعل؟ نعم، أخذ بدر قلما من حافظة زميله دون إذن. الجملة الأخيرة وهي: غضب زميله منه واشتكاه إلى معلمه. جمل موالية: أعدت الأم طعام الإفطار. جلس وليد يتناول الطعام. غسل وليد يديه. متى نغسل اليدين؟ قبل تناول الطعام أم بعد تناول الطعام؟ أحسنتم، قبل وبعد تناول الطعام. إذن أي الجمل ترد في المرتبة الأولى؟ ممتاز، أعدت الأم طعام الإفطار، فغسل وليد يديه، ثم جلس وليد يتناول الطعام. ننتقل إلى الصفحة 13. أسرعوا. السؤال يقول: صل الكلمة في العمود أ بضدها في العمود ب. لدينا العمود أ ولدينا العمود ب. سأعطيكم المثال الأول لتتمكنوا من إنجاز البقية. مثال الأول: كلمة كبير، ما هو ضدها؟ كبير يعني ضخم. ما هو ضدها؟ ضدها؟ أحسنتم، صغير. كبير ضدها صغير. وكلمة طويل، ما هو ضدها؟ أحسنتم، قصير. كلمة نظيف، إنسان نظيف، ضدها؟ ممتاز، ضدها قذر، قذر. الكلمة الموالية كلمة أبيض، ضد الأبيض هو أسود، وضد الخشن هو شيء خشن. ضده ماذا قلنا عن ملمس القطة؟ ملمسها؟ أحسنتم، ناعم، ضد الخشن ناعم. ما زلنا في الصفحة رقم 13. السؤال يقول: أكمل الجملة الناقصة بالكلمة المناسبة. لدينا مجموعة من الجمل، سنقوم بإكمالها بالكلمة المناسبة من المقترحات التالية. إذن الجملة الأولى: فتح سعيد الباب بالقلم، المقص، المفتاح، الملعقة. بماذا فتح سعيد الباب؟ بما نفتح نحن الباب؟ أحسنتم، إذن بالمفتاح. فتح سعيد الباب
بالمفتاح جملة الموالية، أحافظ على نظافة الأسنان بتنظيفها كل شهر أم أسبوع أم يوم أم ساعة؟ أحسنتم، كل يوم أحافظ على نظافة الأسنان بتنظيفها كل يوم. جملة الموالية، ارتدى محمود ليحافظ على سلامة يديه من البرد. ماذا نرتدي في أيدينا لكي نحافظ على سلامتها من البرد أم من الأوساخ أو من الجراثيم؟ ماذا نرتدي؟ هل نرتدي جوارب أم قبعة أم قفازا أو معطفا؟ ماذا نرتدي؟ أحسنتم، إنها قفازا. ارتدى محمود قفازا ليحافظ على سلامة يديه من البرد. ننتقل إلى الصفحة رقم 14. السؤال يقول: اقرأ الجمل مع زميلك وانظر إلى الصور في الجدول، ثم اكتب أمام العبارة رقم الصورة التي تدل عليها. لدينا جدول فيه مجموعة من الصور مرفوقة بأرقام، مثلا الصورة الأولى هي صورة، أحسنتم، مثلجات، ثم مظلة، قمر، حليب، نظارة، ليمون، أسد، طائرة، لقيمات. إذن هذه الصور مرفوقة بأرقام. سننتقل الآن إلى الجمل لنضع كل صورة مع الجملة المناسبة. سنكتب الرقم، اتفقنا؟ الجملة الأولى: ملك الغابة. من هو ملك الغابة؟ أحسنتم، إنه الأسد، والأسد رقم 7. ممتاز. جملة رقم 2: طعمه حامض، شيء يؤكل طعمه حامض، لونه أصفر في الصورة، ما هو؟ أحسنتم، إنه ليمون، رقم 6. الجملة الموالية: تراه ليلا، شيئا نراه ليلا وهو مضيء نوعا ما، إذن ما هو؟ أحسنتم، إنه القمر، رقم 3. حلوى إماراتية، أحسنتم، إنها لقيمات، رقم 9. يؤكل باردا، بالأخص في فصل الصيف، إنها رائع، المثلجات، رقم 1، صورة رقم 1. تستخدم عند نزول المطر، ما هي؟ شيء نحتمي به من الأمطار، وفي بعض الأحيان أيضا من أشعة الشمس، من الحرارة. ممتاز، مظلة، رقم 2. تحفظ العينين من الشمس، شيء نرتديه ليحفظ عينينا من أشعة الشمس الساطعة، أحسنتم، إنها النظارة، رقم 5. الآن وسيلة مواصلات تبدأ بحرف الطاء. وسيلة مواصلات ننتقل بها من بلد لآخر وتبدأ بحرف الطاء، أحسنتم، إنها طائرة، رقم 8. الجملة الأخيرة: هو مشروب مفيد للصغار والكبار. مشروب مفيد للصغار والكبار، أحسنتم، إنه الحليب، وأوصيكم دائما بأن تشربوا حليبا في الصباح وقبل النوم. إلى هنا يا أبطال نكون قد وصلنا إلى آخر نشاط في حصتنا لهذا اليوم، وهو نشاط التحليل.
سؤال يقول: حلل الكلمات التالية إلى حروف ومقاطع. لدينا مجموعة من الكلمات سنقوم بتحليلها إلى حروف ومقاطع. الكلمة الأولى: سنورة. سنورة. كيف سنقوم بتحليلها؟ أحسنتم، لدينا مقطع مشدد ومد بالواو، إذن سنقوم بتقطيعها كالتالي: سن نو را تو. كم مقطعا تحتوي؟ أحسنتم، 4 مقاطع. كلمة الموالية: السرير. السرير. لدينا لام شمسية ومقطع مشدد ومد بالياء، ونحن تعلمنا أن الحرف المشدد في الأصل حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، وعندما نقوم بتحليل المقطع المشدد يعود الحرف إلى أصله، يصبح الأول ساكن والثاني، أحسنتم، متحرك. إذن سنقطعها كالتالي: أس-س-ري-ري. كلمة الموالية: قطة. قطة. لدينا شدة فوق حرف الطاء، عندما نعيد حرف الطاء إلى أصله يكون الأول ساكن والثاني متحرك، أي طاء مع سكون وطاء مع فتحة. سنحللها كالتالي: قط طاء طن. الكلمة الأخيرة: تامو. تامو. قلنا أن المواء هو صوت القطة، تامو. إذن مقطع طويل، تامو. 3 مقاطع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا. شكرا لكم لانتباهكم واستماعكم ومتابعتكم، ولا تنسوا الواجب، وأراكم إن شاء الله في حصة قادمة.